اسمع اسمع بقى. ماشي وريني. اسمع بدل ما تديك بابنها في عينيك. اسمع. وحشة وحشة وحشة. اسمع. ولا هطلعك برا. اسمع اسمع. البرتقال البرتقال ولا عنب بقى ولا رمان، فيتامين سي البرتقال. كورال 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 قوي. كورال يعني ايه؟ ممشي كورال كورال كورال. ان انتوا تغنوا ورايا. فيتامين سي البرتقال. لا يا جماعه لا لا مش قوي. انسى انسى كورال كورال. ماشي فيتامين سي البرتقال والسكري البرتقال. تعال اشتري البرتقال احلى من الموز والرمان. يلا استنى استنى. في دبانه جوه دول. يا انت مش دبانه ده. انا يلا يخرب البرتقال البرتقال ولا عنب بقى ولا رمان. ايه يا استاذ الحلاوه دي؟ صباح سعيد. صباح الجمال. ايه الاخبار يا عمي؟ كله صباح الجمال. طب ايه ما انت قاعد معايا من الصبح. وحشتني يا دوله وحشتني. طب مني بقى قول لي ايه اخبار صدى الاغنيه عند جمهور الدويقه؟ صدى ايه يا دوله؟ هو كان بيغني في مغاره يا عم. ما تسكت بقى يا اخي، خليني اعيش لحظه النجاح. قول لي. اقول لك ايه ولا ايه؟ العمي فتحوا والخرس غنوا البرتقال البرتقال. الله سعيد بقى ولا رمان. الله الله الله. البرتقال والسكري البرتقال. تعال اشتري. الله عليك يا دولة على الكلام. اوعى عليك من كبير كبير. بص بص بجد يا سعيد، يعني الحمد لله انا كنت متوقع النجاح بس ما كنتش متخيله جامد قوي كده. يعني امتك بقى يا عم بقى، عايزين سبوع سبوع طهور طهور حج عمر. ماشي ماشي يا عم، عينيا ليك بس الاول يعني اشوف فلوسك. انا ما اشوفش حاجه لغايه دلوقتي. انا سعيد انا الاثنين المشاريب دي كلها عندي يا ابن المشاريب. لا مشاريب ايه؟ على مين؟ على بابا. لعلمك لسانك في ايدي، انا ممكن احط لك السم في العسل. دول وهو هيبقى حلو كده زي العسل اللي في الطحينه كدهون. امال ايه السم في العسل؟ اعمل لك بقى طبق كده شويه عسل وعليه شويه سم، بس اوعى تاكل منه تماثيل. يلا. لا يا دولة ما تخافش، هما ما بيدونيش حاجة أصلا، فأنا مش هديهم حاجة. بص يا نجم، دول 200 جنيه حق اللحن والشعر والتوزيع. 200 جنيه ماشي يا عم، أنا هعمل معاك واجب يا سعيد وأقبل ال 200 جنيه. ودول بقى ابن عمي 200 جنيه من النقطة. كمان 200 جنيه من النقطة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، يعني عادي أوكي ماشي ماشي ماشي. ودول بقى ابن عمي نصيبك من بوفيه ورك فرخة وحته جاتوه. ورك فرخه وحته جاتوه. ماشي خد دول عشانك انت يا رمزي. هتقعد بقى اسبوع ما تاكلش بتاع ده كشري تاني. خلاص ربنا يخليك يا دول يا رب. طب انا هحط بقى دول على الفرخه دي كده اهو، شطه ودقه وكده اهو. يا عيني انت الفرخه بالنسبه لك يعتبر جهاز جديد عمرك ما شفته قبل كده. لا اهم حاجه تاكل الاول الجناح وبعدين الورك وبعد كده الصدر وبعد كده يعني ايه، هتلاقي شويه عظم صغيرين كلهم برضو. خلاص ماشي يا دول ماشي. انت قول لي بس اكل ازاي وانا هتلاقيني فرير على طول. ايه يا ابني انت هو ده؟ ايه يا ابني انت هو ده؟ اما لو دخلت بوفيه بقى وتلاقيته خروف هتعملوا ايه؟ لا اوعى تدخل الواد ده على خروف، حتى لو هو بتشوي هتلاقيه راكب على الخروف وفاكره ملاهي. ده غبي. اضرب ياض اضرب. يا عم احنا مالنا من الكلام ده؟ الكتالوج بتاعنا افراح طهور والاغنيه بيبيع بعضها. يعني صح يا سعيد. يعني بص يا سعيد انت لازم تواكب العصر. يعني المطرب لعلمك بقى اللي بيعمل كليب ده اجره بيزيد 3 مرات عن المطرب اللي ما بيعملش كليب. صح يا دولة. ما الاجر اللي هيزيد احطه في الكليب طبعا. صح يا سعيد. يعني انت عايز تفهمنا عم سعيد ان انت بقالك 10 سنين عمال بتنحت بقى في ايه، في اغاني وفي افراح وفي موالد ومحوشش حاجة. عندك حق يا دولة. الله بقى ده انت شاعر من الضرايب بقى. لا انا بقول يعني ان انت لو تطلع القرشين دول من الطبله اعمل لك كليب حلو هيفرق معاك جامد جدا. صح يا دوله. وان شاء الله بقى مين المخرج؟ صح مين يعني احنا الفنا ولحنا وهنيجي على الاخراج مش هنخرج.
وبعدين هو المخرج بيعمل ايه؟ هو كل اللي بيعمله ايه؟ حط الكاميرا هنا وارقص يا بت، اسكت يا واد وخلاص. ده انت قلبت المخرج ده بقى. ايوه طبعا، ما المخرج لازم يدادي الكل، عشان كده بيقولوا لك المخرج هو اب العمل. صح يا بابا. اسكت بقى اسكت. على فكره الفلوس دي لو ضاعت هضيع معاها كمطرب. صح يا سعيد، ممكن يضيع. بس بقى تلاقش يا سعيد، انا هظبطك. بقول لك ايه يا دوله، هو كليب الواد سعيد هيتذاع امتى؟ هيتذاع بعد اغنيه نانسي على طول. دوله كليب نانسي خلص. اكيد هيتذاع بعد اغنيه هيفا. دوله كليب هيفا خلص. اكيد بعد اغنيه مروه. دوله كليب مروه خلص. اكيد بعد اغنيه اروى. دوله كليب اروى خلص. اكيد مش عارف هيذيعوه امتى صراحه. قوم افتح الباب، قوم افتح الباب. ماشي يا دوله، تابع انت الكليبات. ها افتكر. هو فين؟ انت فين؟ تعال يا عم سعيد، تعال اتفرج معايا على الكليب بتاعك. كليب ايه يا عم الكليب انت؟ الشريط طلع فاضي. فاضي 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 ازاي؟ يبقى انا عمرو دياب كده بيحاربنا يا جدعان. دول كليب عمرو دياب خلص. وبعدين يعني يا عم سعيد انت زعلان ليه يا عم؟ اهو كليب وراح يا عم. تفرحوش فيا كده، حرام عليكم، ضيعت فلوسي كلها، حرام عليكم. الرحمة فين؟ بشرع مين؟ اللي فيكم وانتو بيديكم بتنزلوني. الله، دنيا ما بتدومش والكل حيمشي. النهاردة فرح يا جدعان. النهاردة فرح يا جدعان. عايز كله يبقى تمام. النهاردة فرح يا جدعان. لقيت ماشي مشيت وراها، قلت لازم اعيش معاها. عارفين قلت لها ايه؟ ايه؟